ديك. هو لما يعني خلينا ناخد وجهة النظر الثانيه وخلينا نكلمك بالاسماء. زي الكابتن مصطفى يونس مثلا وهو اول قائد لاول بطوله افريقيه ان الاهلي حصل عليها، كانت سنه 83، واحد من الكباتن المهمين في تاريخ النادي الاهلي. حد زي الكابتن مجدي عبد الغني برضو واحد من اللاعبين المهمين في تاريخ مصر وفي تاريخ النادي الاهلي. هو وجهه نظره ان هو لما يتكلم بصراحه وبيتكلم بيبقى بيكشف مثلا بعض السلبيات داخل النادي الاهلي، فهو ده من حبه وخوفه على النادي الاهلي، وان مش لازم ابقى على يعني طول الوقت بأيد طول الوقت بتكلم بشكل ايجابي، لان اي مكان فيه سلبيات. ده وجهه نظر يعني الاسمين اللي هم الاشهر او اللي بيتردد حواليهم ان ممكن بيهاجموا ممكن بينتقدوا فتره من الفترات. اصل لو هتكلم هي اول بطوله افريقيه وانا مش عايز ادخل في جدل. اول بطوله افريقيه للاهلي 82، انا قلت 83. لو انا هتكلم هدخل في مشاكل. لان انا خايف تتكلم؟ مش هتستفزني، بس انت عارف ان انا ما بخافش من حد غير من اللي خلقني. اي حد ماشي على رجل كده على الارض بالنسبه بشر، لكن انا بتكلم بواقع، والواقع هي حقيقه ان الجماهير عارفاها، وممكن هم لامسينها هم ذات نفسهم. يعني ممكن اقول لك على من وجهه نظري، انت شايفها من وجهه النظر دي، لكن مش انا اللي شايفها. امال مين اللي شايفها؟ هم اللي شايفينها. انا طب. مش يعني هم اللي شافوه شايفينها، وهم اللي قالوها معايا في برامج وفي حوارات صحفيه. بالظبط. انا الكابتن مصطفى عشان مش عايز ادخل معاه في الجدال ليه مني كل الاحترام والتقدير، ماشي، لكن انت بتسالني على نقطه معينه. واحد، ما ينفعش كابتن النادي الاهلي اللي عاشق للنادي الاهلي ومحب للنادي الاهلي وساهم في بطوله افريقيا يفتتح مبنى داخل النادي المنافس ويمسك علم النادي المنافس. ايه المشكله يا كابتن؟ حلو قوي. هو رئيس الريال، هو النادي المنافس ده نادي مين يا حبيبي؟ فيش الكلام ده في الكورة، ابعدوا العواطف. ايه اللي دخل الكورة؟ والتعصب، ابعدوا مصر عن الموضوع، مصر أكبر، مصر أكبر، مصر أكبر بكتير من اللي حد يدخلها ويجي يقول لك. أنا بكلمك في واقع، ده مش العلاقة طيبة. هي العلاقة مش طيبة يا كابتن شادي. اتصل بقى حبيبي ما بين حلو قوي. هو أنت علاقتك حبيبي ده لويز اسمه فيجو، لما راح من ريال مدريد، من برشلونة ريال مدريد، اتهم اللي هو خاين. لا ده كلام مش صح. ده كلام مش صح؟ مين ده؟ مش انت اسلام يعني كلام الاتهامات بالخيانه اللعيب لمجرد احنا لو اتهمنا حبيبي هي الكوره كده، هي الكوره كده عشان اتنقل من الاهلي للزمالك هيبقى يعني. ما انا بقول لك انا معظم اللعيبه مش موضوعنا عشان ما حدش يقول. ده فلسفتي انا يعني. ممكن ابارك بقى على اليوتيوب، ابارك في برنامج مبروك، لكن اروح افتتح يعني. هو لو الزمالك يا باشا انت مش وزير، اروح افتتح للناس كلها يا كابتن؟ غلط. لا ليه؟ افتتاح منشاه خلاص. انا غلطان عشان الكابتن مصطفى ما يزعلش مني. انا ده رايي، انا ده رايي ماشي. انا ما بتكلمش يعني انا بتكلم بشكل عام. انت النهارده لو تلقيت دعوه من نادي الزمالك لحضور احتفاليه الدوري هتروح؟ لا مش هروح طبعا. ليه؟ الا ليه؟ انا راجل ده النادي المنافس. طيب لو تلقيت ده اقول له مبروك؟ اقول له مبروك زمانك. لكن اللي او هقول حاجه بعد اذنك يا استاذ عشان دي اتفضل. ولاد نادي الزمالك كتير اولى مني يروحوا يحتفلوا. لا ماشي، ما هو واقف على شد.